أعزائي المشاهدين في كل مكان، مرحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الخميس الموافق 15 يونيو 15 حزيران 15/6/2023. لازم تبقى قادر النهاردة عشان تعرف تشوف الرؤية من الظلام وتسمع في صمت. اليوم النهاردة مناسب لأعمال كتيرة مبهرجة محفوفة بالمخاطر، هتنشأ صعوبات كتير لو كنت انت بتخطط ليها اكتر من قبل كده. قدراتك ومواردك ممكن تحل بيها مشاكل البيت والممتلكات بشكل ايجابي، لكن بس لو بدأت في الشغل عليك الايام الجاية والاسابيع الجاية في حالة حب واضح. هنبتدي نحس بخيبة امل، ممكن تبقى بسبب التوقعات العالية اللي عندنا اللي هتبقى متعلقة بموقف معين هتنشأ من خلاله صعوبات كتيرة في مستندات مالية وأمور كتيرة متعلقة بالفلوس. حتى لو كان عندنا النهاردة علامة مميزة في يومنا للحب والتجارب اللي بتعتبر حميمية كتير جدا لينا في مستقبل علاقتنا اللي هيبقى عندنا في الوقت ده، وبالأحرى هيبقى في تطور واضح هندرك من خلاله اننا بنسمح بتفاقم وتعقيم كتير من المشاكل كان من الممكن اننا نحلها قبل ايام بسيطة بسهولة كبيرة. مواقف كتير مش متوقعة محيطة بينا بطفل او شاب عندنا هيكون بيتداركنا اليوم قبل ما اننا نخيب في الظن وفي توقعاتنا. حتى هيطلب منك النهاردة انك تبقى دقيق جدا منظم جدا في كل شؤونك اللي بتخص شغلك. هيشير اليوم ده علشان تعرف تاخد قرار مهم من نوع معين ممكن يبقى بيأثر على مسؤولياتك الكبيرة واللي بتعتبر فيها خطورة اكتر على مزاجك. في ميل واضح جدا نحو سلبية عندك في تفكيرك، في تشاؤم خلال اليوم ده. هيبقى في إمكانية واضحة عشان تتواصل مع أشخاص كبار في السن عنك. كل الأشخاص بينشغلوا بمناصب مهمة عامة جدا، هيكون اليوم مناسب عشان يوقعوا عقود مهمة جدا بتخص شغلك. هتتطلب كل علاقاتك مع زملائك مع أشخاص قريبين منك بيقربوا لك، بينشأ ما بينك خلافات خطيرة جدا في الفترة دي. هتهتم بمشاكلك الصحية اللي هتبقى متعلقة برئتك في الفترة دي، حتى أمعائك الدقيقة ممكن تبقى فيها تعب، في تعب في أعصابك، في تعب في عظامك، ما تستبعدش لو ظهر حتى مشكلة في أسنانك. كل ده ممكن يحصل ليك لو كان في احتمال وجود لصعوبات بتتعلق بالسفر والنقل من مكان للتاني، في اتصالات عبر الانترنت ممكن تبقى قدامك، ممكن يبقى فيه صعوبات في انك توصل رسالتك للاشخاص اللي حواليك، لكن هتبدأ جهودك تتعدل وتتحسن وتبقى اكتر منطقية. ممكن نواجه مقاومة لو دفعنا لقدام، هنتعامل مع النقد والرفض، لازم نستند للصبر ونهدف لاننا نبني قوتنا العقلية اكتر. هنركز على احتمالات سلبية كتير ودي الخطوة الاولى قبل ما نوصل لمكان الواقعة اللي عندنا. هيكون انت النهاردة ثابت في شوية عند بسبب وصول القمر وعبور برج السور لغاية ما يدخل برج الجوزاء الفضولي والمتواصل. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.